الدليل غير الرسمي صحة المرأة عندما ترغب في الحصول على معلومات أكثر مما توفره القنوات الرسمية. أكثر من 3 مليون نسخة تم بيعها. كارول تيرنيكتون وسوزان بروبست. The Unofficial Guide to Women's Health. أنت تعلمين أنه عندما يأتي الأمر للصحة والرفاهية أن الرجال والنساء ليسوا متساويين. فالنساء لهن احتياجات ومشاكل خاصة بهن تتطلب رعاية متخصصة. فربما أن جدتك أصيبت بهشاشة العظام وأنت تريدين أن تفعلي كل شيء ممكن لتجنب الإصابة بهذا المرض. أو ربما أنك تقتربين من سن 40 وتريدين الإنجاب ولكنك تخافين أن تكون هناك خطورة من ذلك. لهذا أنت بحاجة لهذا الكتاب. هذا الكتاب مصمم للسيدات اللاتي يتمتعن بالذكاء ليعطيهن معلومات عن كل ما يحتاجنه حول الأمراض النسائية الشائعة وحول نظم التغذية والتدريبات الرياضية. في هذا الكتاب ستجدين نصائح وترشيحات غير منحازة ولا تتأثر بأي شركة أو منتج أو منظمة. لقد قامت هيئة من خبراء بمراجعة هذا الكتاب واختبار المعلومات الواردة به، مما يضمن لك الحصول على معلومات محدثة ودقيقة وواقعية حول كيفية التقدم في مسارك الوظيفي، معلومات حيوية حول الأمراض الشائعة وكيفية العلاج منها، تفاصيل سرية حول ما يمكنك أن تفعله لكي تحيي حياة تملأها الصحة والسعادة، تقنيات موفرة للمال حول الوصفات الطبية والاعتبارات الواجب مراعاتها عند تناول الأدوية، تلميحات موفرة للوقت حول كيفية العثور على الطبيب أو موفر للرعاية الذي يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، أحدث الاتجاهات في علاج مشاكل الخصوبة وأمراض الجهاز المناعي، تخطيطات وقوائم فحص عملية تساعدك على في جميع مراحل حياتك. جدول المحتويات والجزء الأول حياة أكثر سعادة وصحة. الفصل الأول اختيار الرعاية الصحية. الفصل الثاني شكل الجسم. الفصل الثالث الفحص الطبي الشامل في مراحل حياتك. الجزء الثاني الصحة الإنجابية. الفصل الرابع حافظي على جهاز الإنجاب سليم. الفصل الخامس الخصوبة والعقم. الفصل السادس الحمل. والفصل السابع ولادة الطفل. الجزء الثالث الصحة الذهنية. الفصل الثامن الاكتئاب. الفصل التاسع الانفعال والقلق والعنف. الفصل العاشر الإدمان. الجزء الرابع الأعراض والتشخيص والعلاج. الفصل 11 حافظي على صحة جلدك. الفصل 12 الوقاية من السرطان. الفصل 13 أمراض القلب أو الأوعية الدموية. الفصل 14 هشاشة العظام. والفصل 15 الأمراض المعدية. والفصل 16 أمراض المناعة الذاتية. الجزء الخامس دقات الساعة النساء وتقدم العمر. الفصل 17 ماذا تفعلين مع آثار السنين. الفصل 18 سن اليأس من المحيط انقطاع الطمث. ملحوظة تختلف مواصفات وطرق الرعاية الصحية من بلد إلى آخر، ورغم أن المعلومات الواردة في هذا الشأن في الكتاب تتناول المجتمع الأمريكي بصورة خاصة، لأنك تستطيعين استخدامها كمؤشر ودليل لما هو متاح في بلدك. فكرة ذكية، اكتشفي ما إذا كان مركز الخدمة الصحية يستخدم ممارسين عامين أو مساعدين طبيين أو ممرضة أو مولدات قابلات، وأولئك ما لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع المشكلات الطبية الروتينية، وغالبا ما يمكنهم التفرغ لك في وقت أسرع وقضاء وقت أطول معك.
غير رسمي، توصلت الجمعية الأمريكية للطب الباطني إلى أن 70% من التشخيص الصحيح يعتمد أساسا على ما يقوله المريض للطبيب أو من يقدم الرعاية الصحية. فكرة ذكية، دوني بعض الملاحظات، اكتب التشخيص والعلاج وخطة المتابعة وما يمكنك عمله بالمنزل، ثم اقرأي ما كتبتيه للطبيب حتى تتأكدي أنك فهمتي على الوجه الصحيح. غير رسمي، تحمل مسؤولية اختياراتك عندما تشتركين مع طبيبك المعالج في اتخاذ القرارات، ستتحملان معا نتائجها. فكرة ذكية، لو كان لديك سؤال أو اهتمام بأحد الاختبارات الطبية المنزلية، يمكنك أن تسألي صيدلي أو تتصلي بالخدمة التليفونية المجانية للشركة المنتجة للاختبار المطلوب. توفير النقود، ابدأي بأصغر وصفة طبية، مجرد أقراص قليلة إذا كان لديك أدنى شك في قدرتك على تحمل الدواء، وبهذه الطريقة إذا حدثت لك تفاعلات دوائية فإنك لن تخسري كثير منها. غير رسمي، في حالة نمطية في BDD لقناة لفتاة عمرها 17 عام، كانت تعاني الوسوسة فيما يتعلق بجسمها منذ كان عمرها 13 عام. تقول تلك الفتاة أنها تفكر في مظهر جسمها في كل وقت بل في كل ثانية، وقد أدت تلك الحالة المرضية لإصابتها باكتئاب شديد، بل وحاولت إيذاء نفسها بتعاطي جرعة عالية من أحد العقاقير. فكرة ذكية، إذا كنت تعانين من السمنة فلا تدعي الطريقة الزنبركية في النظام الغذائي تمنعك من تحقيق خفض متواضع للوزن، إذ أنه لم يثبت لتلك الطريقة أو لم يثبت حدوث مشاكل صحية مصاحبة لتلك الطريقة من تذبذب الوزن، ولكن من المعروف جيدا حدوث مشاكل صحية نتيجة للسمنة. فكرة ذكية، حتى تحصلين على أفضل وأصح منتج غذائي فعليك بإنتاجه بنفسك أو اشتري ما يتم إنتاجه في المنطقة التي تعيشين بها. احترس أن تناول الفيتامينات المتعددة مع الحديد هي عادة يومية مهمة، خاصة أثناء فترة الحيض، ولكن احتفظي بتلك الحبوب بعيدا عن تناول أيدي الأطفال. تشكل زيادة جرعة الحديد عن غير قصد السبب الرئيسي للوفاة من التسمم في الأطفال دون السادسة. غير رسمي، أن نصف عدد صغار السن تقريبا من 13 إلى 21 سنة لا يمارسون التمارين الرياضية بفاعلية وبشكل منتظم، وتوجد في الفتيات الصغيرات أسوأ معدلات فيما يتعلق بأداء التمارين الرياضية، مع العلم بأن المشاركة في جميع أنواع النشاط البدني تقل كلما زادت السن أو ارتفع المستوى الدراسي. توفير النقود، جراحة التجميل مرتفعة التكاليف، لذا حاولي معرفة ما إذا كانت خطة التأمين الصحي الخاصة بك تغطي التكلفة العلاجية، ولكن لا تعولي على ذلك ولتعدي نفسك بسداد التكاليف من جيبك، خاصة إذا لم يكن هناك سبب طبي ضروري لتلك الجراحة. غير رسمي، تستخدم الآن الزرعات المملوءة بزيت فول الصويا في أوروبا لتكبير حجم الثدي، ولكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن في بعض البلدان. توفير النقود، إن عملية تصغير الثدي لا تكون دائما مجرد عملية تجميل بسيطة، فهي مكلفة في كثير من الأحوال، لذا فإن شركة التأمين التي تتعاملين معها قد تغطي جزءا على الأقل من تكلفتها. احترس، من المؤكد أن عملية شفط الدهون لا تصلح لكل الحالات، فإذا كنت فوق سن 50 ولديك مشكلات صحية مزمنة وتعانين زيادة خطيرة في الوزن، فأنت غير مناسبة لتلك العملية. احترس، المخدر الموضعي ليدوكاين يمكن أن يسبب انخفاض في ضغط الدم وإبطال معدل ضربات القلب، مع العلم بأن جرعات الليدوكاين المستخدمة أثناء عملية شفط الدهون قد تكون عالية بالمقارنة بالتي تستخدم في عمليات أخرى. غير رسمي، يسمح بإجراء فحوص صحة الأطفال الرضع عند سن شهر وشهرين وأربعة وستة وتسعة واثناش وخمستاش وثمانتاش وأربعة وعشرين شهر، كما
يسمح ينصح بإجراء فحوص سنوية بعد عامين من العمر غير رسمي. أجريت دراسة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا توصلت إلى أن لقاح البكتيريا الكروية الرئوية الذي أعطي إلى 35 ألف طفل كان فعال بنسبة 90% ضد الأمراض التي تسببت عنها تلك البكتيريا، وكانت الآثار الجانبية الوحيدة هي مجرد حمى خفيفة وألم عند موضع الحقن. توفير الوقت، حتى تجدي أخصائية للنساء يمكنك مراجعة المكتب العام للحصول على موجز وافي للأطباء الأخصائية المسجلين في نقابة الأطباء أو غير ذلك من مصادر تبين أيضا ما حصل عليه من شهادات أو درجات علمية، وما إذا كانوا حاصلين على البورد الأمريكي أم لا. فكرة ذكية لكي تعرفي ما إذا كان يعمل معمل التحليل الذي تتعاملين معه حاصل على ترخيص، فاتصلي بالرقم التالي في الولايات المتحدة 800-5678. احترس المقابل، صحيح أن الكافيين يجعلك متيقظة بالليل ولكنه في المقابل يمكن أن يعوق الذاكرة، فقد أظهرت دراسات أجريت على عدد من طلبة إحدى الكليات أن شرب القهوة قد أدى إلى أضعاف قدرتهم على تذكر قائمة من الكلمات. غير رسمي، أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص فوق سن 40 تحدث لهم أسوأ مشكلات متعلقة بالذاكرة كنتيجة لتعاطي بعض العقاقير، وحتى من تتراوح أعمارهم بين 20 و30 يتعرضون بسبب ذلك إلى بعض من الفقد في الذاكرة، والنساء هن أكثر تعرضا للآثار الجانبية لتلك العقاقير خاصة بالنسبة للذاكرة قصيرة المدى. كتاب الدليل غير الرسمي صحة المرأة، كارول تيركينغتون وسوزان بروبست.